النهارده 14 فبراير 2021، وبناء على طلب الجماهير وبالرغم من انه يوم الاحد عملنا حلقه خاصه، وطبعا مش هنتكلم في الفالنتاين الا مع اكتر راجل عفريت كتب عن الرجال الشطار المصحيين الحلوين استاذ احمد رجب الله يرحمه. والحلقه النهارده بناء فعلا على طلب الجماهير وللاستاذ احمد رجب من كتاب الحب وسنينه، اخترت لكم النهارده قصه والامضاء سين. وزي ما حضراتكم شايفين صوره الاستاذ احمد رجب زي ما رسمها الاستاذ مصطفى حسين على الغلاف، راجل ناصح شاطر عفريت. ايه بقى بيقول ايه المره دي بقى؟ انا مريض بالملل العاطفي، لا استطيع ان احب امراه اكثر من شهر حتى لو كانت ملكه جمال الكره الارضيه. واليوم كان اللقاء الاخير مع دولي التي عرفتها منذ 21 يوما. سالتني دولي: من التي عرفتهن قبلي؟ قلت لها وأنا أحصي عدد اللواتي عرفتهن في الشهور الأخيرة: سونيا ونانو ودورا وماجي وطامو وفيفت وتوتي ولولا وميمي وروكي وريري ثم أنت ثم فافي. قالت في دهشة واستنكار: أتقول فافي بعدي؟ قلت لها في هدوء: بعدك يا روحي. انتفضت دولي واقفة والتقطت حقيبة يدها من فوق المائدة وانصرفت غاضبة: الحمد لله، مع السلامة. مسكينة زوجتي كريمة، الحقيقة أننا نحن الرجال جنس لا يعاشر، وسوف تظل النساء جميعا مسكينات بائسات ما دمنا مضطرات للزواج من الرجال. كم هي طيبة كريمة، إنها تحاول بإخلاص أن تصدق كل ما أقوله، ولكن يبدو أن هذا فوق طاقتها، فكثيرا ما أرى في عينيها آثار الدموع. لكني ينبغي ألا أغمض نفسي حقها إذا وضعت في اعتباري أنني مريض بالملل، فأنا إذن بطل لأني لا أزال صامدا في زواجي منذ 6 سنوات. ومن ناحية أخرى أشهد أن كريمة تبذل كل جهد لكي ترضيني، ومنذ عرفت مثلا أنني أحب صينية الكبيبة وهي تتفنن بين يوم وآخر في صنعها، مرة كبيبة بالجوز ومرة باللوز ومرة بالفستق، واليوم أعلنت أنها أعدت لي صينية كبيبة باللحم مما كانت تصنع كريمة الكبيبة قبل ذلك. ذهبت إلى الاجتماع الذي يعقده مجلس إدارة ملاك العمارة، أرحفوني اليوم بساكنة جديدة في عمارتنا مدام زازا. وفي اللحظة التي وقعت فيها عيني عليها شعرت أنها تخطف قلبي، امرأة رقيقة الجمال فيها الندرة والنضج ودفء التجربة. هذا الطراز من الجمال هو الذي عشت عمري أحلم بلقائه. لا أدري إن كنت قد لمحت في عينيها كلمات صامتة موجهة لي، أم أنني شديد الغرور ومفتون بنفسي. الفرد الثاني هو الأرجح، كان في صحبتها رجل ثقيل الظل يتكلم كثيرا فلا تلاحظ أنه يتكلم، وإذا توقف عن الحديث لا تلاحظ أنه سكت. تيبكال يا جماعة اجتماعات اتحاد ملاك العمارة. بس ما فيهاش مدام زازا. مدام زازا استولت على مشاعري خمسة أيام مضت على لقائها في مجلس إدارة العمارة وهي لا تبرح خيالي. اكتشفت أنني سعيد جدا بهذا الخيال، توصلت إلى فكرة رائعة تجعلني أحب زازا دون ملل، وهي الغرام عن بعد. لا أريد أن ألتقي بها أو حتى أحدثها في التليفون، سوف أكتفي بأن أرسل إليها زهورا مع كلمات الحب والتوقيع سين. الآن لا يعنيني من تكون زازة هذه، حسبي أنها كائن جميل، بل إن الغرام عن بعد يجعل منها مخلوقا إسطوريا غير كل البشر. نفذت الفكرة وأرسلت أول باقة زهور إلى زازة ومع كلمات تقول: إن حنيني إليك لا ينتهي، الآن أعرف أن آلام الحب أحلى بكثير فعلا من كل متع الحياة. سين، الإمضاء سين. أرسلت باقة الظهور الثانية ومعها: أي سر فيك يا أغلى أسراري، لا أدري، الإمضاء سين. عثرت كريمة في جيب سترتي بالمصادفة على ورقة بخط يدي مكتوب فيها زازة وأمام الاسم رقم تليفون. كانت الورقة في جيبي منذ رأيت زازة لأول مرة في الاجتماع الشهري، ولم تحاول كريمة أن تجرب التليفون لأنها لا تعرف أنني قد اعتدت أن أغير وضع الرقمين الأخيرين في نوتة التليفونات الخاصة تحسبا لوقوع النوتة في يدها.
يا سلام يا أستاذ أحمد، أدي النصايح. سألتني كريمة عمن تكون زازة، فقلت لها أستاذ والله إنها كلبة صديق عزيز، وأن الكلب عند الطبيب البيطري في غرفة الإنعاش، وقد رأيت مجاملة للصديق أن أدون اسم الكلبة ورقم تليفون الطبيب، ولكن يبدو أنني أخطأت في تدوين رقم التليفون، فكلما اتصلت للإطمئنان على الكلبة قالوا إن امرأة غلط. واستفسرت كريمة بهدوء كعادتها عما أصاب زازة، فقلت باقتضاب إنها أمراض الشيخوخة لأن الكلب طاعنة في السن. قالت كريمة بنفس الهدوء زازة أصبحت في صحة جيدة والحمد لله. وكيف عرفت يا كريمة؟ تكلمت زازة في التليفون وسألت عنك. كان رد الفعل الظاهري عندي ضحكة باعتبار أن ما قالته كريمة نكتة ظريفة، واستقبلت هي ضحكتي بهدوءها المعتاد، لكني كنت في الحقيقة مشغولا بسؤال هام، هل اتصلت بي زازة فعلا؟ وفجأة أنقذتني كريمة من حيرتي تسأل قل لي الحقيقة، هل هي زازة التي سألت عنك؟ قلت ضاحكا كيف يمكن لكلب أن تسأل عني وتقول رشيد موجود؟ ألا تعرفين أن الكلاب لا تستطيع أن تنطق حرف الشين؟ أستاذ الله في اجتماع مجلس إدارة العمارة راودني إغراء عنيف في أن أتحدث إلى زازة، خاصة أن الرجل الثقيل لم يكن في صحبتها، لكنني قاومت بصعوبة شديدة. لو أنني اقتربت من هذه المرأة فلن تلبث أيامي أن تصبح مللا وضيقا وبحثا عن امرأة جديدة. إنني أظل أعد لاهثا وراء الأمنية حتى إذا أدركتها ألقيت بها جانبا وتأهبت للجري وراء أمنية جديدة، فامتلاك المرغوب يشعرني بالزهد فيه. إنني سعيد حقا بأن ألهث جاريا خلف زازة دون أن أمسك بها، فأنا أحيا معها في خيال مدهش ومثير. أتصور المكان الذي ألتقي بها فيه عند حافة البحر تحت النخيل، أخذ يدها الرقيقة بين يدي وأنشق عطرها وأسمع الكلمات التي نتهامسها. وأمس الأول دخلت كريمة غرفة مكتبي فوجدتني أحتضن الهواء وأهمس باسم زازة، وعندما تنبهت إليها أنزلت ذراعي وابتسمت دون أن أعرف ماذا أقول، فبادرتني هي قائلة واضح أنك تحب زازة. قلت ضاحكا بل أنا لا أحب إلا أنت والكبيبة. لقد كنت في البداية أخجل بيني وبين نفسي عندما تكتشف كريمة أنني ألعب خارج البيت، لكنني استطعت أن أتغلب على هذا الخجل. رجل ناصح زي كل الرجال الناصحين اللي الأستاذ أحمد رجب بيمثلهم وبيكتب عنهم شاطر. أرسلت باقة ظهور اليوم إلى زازة مع هذه الكلمات: سأظل أحبك دائما. إن ستندال يقول الحب بئر يرتوي منها الإنسان بقدر ما يضع فيها من حب، وبئري لن تنضب أبدا يا حبيبتي. الإمضاء سين. يبدو أن أمري قد انكشف عند زازة. هل عرفت من أحد باعة الزهور أنني صاحب الباقة التي تصلها بين يوم وآخر؟ لا أدري، ولكن كان واضحا تماما أن نظراتها لي في الاجتماع توليني اهتماما خاصة، غير أنني تجاهلت هذه النظرات تماما حتى لا أفسد قصة حبي. أرسلت إليها باقة زهور معها كلمات للتضليل: واعي واعي، متى ألتقي بك فأشعر أن الدنيا قد أعطتني أكثر مما ينبغي. هل يعني هو ما بيشوفهاش وهو ده راجل بعيد وبعد ده هو أنا إمتى أشوفك؟ منتهى اللؤم. تأكد لي أن نظرات زازة كانت ملحوظة تماما، فقد قال لي جاري رشدي وهو يغمز بعيني إن مدام زازة تهتم بي اهتماما خاصا. أنكرت ما يزعمه. التقيت برشدي في المصعد، ألقى في أعماقي بقنبلة لا يزال انفجارها يدوي. قال إن زهيرة علوي زازة لها ماض مرعب وينبغي أن أحترس منها، إذ يقال أنها قتلت صديقا لها غيرة عليه وشوهت وجه صديق آخر بماء النار. ابتلعت ريقي بصعوبة أسأله معقول؟ لم أنا من ليلة. حدث دراماتيكي هام. اتصلت بي مدام زازة في مكتبي وبدأت تحدثني عن خطة جديدة وضعتها لصيانة مرافق العمارة. كان صوتها عذبا رقيقا أشبه بخدر يسري في كياني. أفقت على عبارتها التي تقول: هل تتفضل بشرب فنجان شاي معي ونبحث في التفاصيل أكثر؟
وجدتني اعتذر تلقائيا، بل كنت جلفا فلم اعتني حتى باختيار الفاظ الاعتذار اللبقه. وضعت السماعه ورحت احدق في التليفون كالابلح. ما الذي حملني على هذا التصرف؟ على اي حال هذا افضل؟ هل هو افضل حقا؟ لا ادري. كل ما اعرفه انني اريد ان احب هذه المراه الجميله في خيالي فقط. ادب بقى اتربينا اهو. التقيت في النادي بالدكتور عمر سامي الذي أرشدني إلى عمارة شقيقه فاشتريت مسكني فيها. دار الحديث حول زهيرة علوي التي اشترت فيلا في البناية. فقال الدكتور عمر إن زهيرة قتلت صديقها بسبب الغيرة، وتعرض صديق آخر لتشويه وجهه بحامض الهيدروكلوريك. كده بقى القصة صح، في اثنين هم قالوها. صارت رعدة في جسمي، الخبر إذن صحيح. قلت له متى حدث هذا؟ قال منذ سنوات قتلت الأول في إيطاليا ولم تثبت عليها التهمة، وأصيب الثاني بحروق شديدة، سافر بعدها إلى أمريكا للعلاج ولم يعد، فقد توعدته بالقتل. هل هذا معقول؟ توقفت عن إرسال الزهور لكني لم أكف عن حب زازا. أشعر باضطراب نفسي شديد ولا أستطيع أن أحدد موقفي أو خططي تجاه زازا. مفاجأة مذهلة، اتصلت بي زازا في المكتب وسألتني لماذا لم تعد ترسل لي زهورا؟ أين كلماتك الحلوة؟ أصابني خرس عظيم وجاء صوتها يناديني يا أستاذ رشيد. ألو؟ قلت نعم. قلت أين أنت؟ أريد أن أسألك، هل حقا تكون لي هذه العواطف الجميلة؟ لست أذكر ما قلت، لكنني على وجه اليقين كنت أبله الكلمات. عاودت زازا الاتصال بي، قالت في دهشة، أسبوع بلا زهور وبلا كلمة حلوة من كلامك، لابد أنك أحببت امرأة أخرى. ثم ضحكت قائلة سأغار. تغار؟ يا للمصيبة. اتصلت بي زازا، أصدرت تعليمات بأن يقال لها أنني غير موجود. التقيت بزازا في المصعد، حيتني برقة فردت التحية بارتباك شديد، فتحت شنطة يدها، فخيل إلي أنها سوف تخرج مسدسا أو حامض هيدروكلوريك. صرخت فيها أرجوك يا مدام علي. اندهشت زازا كثيرا وقد توقفت يدها عن البحث داخل الشنطة. كنت قد ضغطت زرا فوقف المصعد، وما أن فتح الباب حتى أطلقت ساقي للريح فوق الدرج. أصبحت أصعد إلى شقتي في الدور التاسع على السلم حتى لا ألتقي بزازا. دي نهاية كل الرجال المصحين يا أستاذ سين أو شين. طيب أدب. عدت إلى البيت لأجد كريمة تبكي. قالت لي إن زازا زارتها للتعارف ولتعرض عليها مشروع صيانة مرافق العمارة. اختنق صوت كريمة وهي تقول لي لا يصح أبدا أن تصل المسائل إلى هذا الحد، فتأتي زازا في بيتي. أقسمت لكريمة أنني لم أكن في يوم من الأيام مخلصا لها مثلما أنا في إخلاص اليوم. أدب اتربى طبعا. هدأت من روعها وقلت لها ضاحكا إنني لا أحب في هذه الدنيا إلا أنت والكبيبة. ثلاث نقط مسافة فاضية في القصة. وبعدين لم يكمل رشيد مذكراته فقد مات مسموما بصنية كبيبة. ودي نهاية كل الرجال المصحين بتوع الأستاذ أحمد رجب، درس وأدب. هابي فالنتاين يا حلوين، معادنا بكرة إن شاء الله مع القصة اللي أنا كنت مجهزها، القراءة اللي كنت مجهزها للأستاذ توفيق الحكيم، وهي برضو ليها علاقة بالفالنتاين عن روميو وجولييت. يا رب تكونوا انبسطتوا بسماع القصة زي ما أنا انبسطت بقرايتها. ما تنسوش اللايك والشير، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وسلام يا أصدقائي.